مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. اول شيء بدي اتشكر كل شخص عم يدعمني بكومنت، بلايك، باي شيء، خصوصا الاشخاص اللي ما بعرفها. وشكرا كثير للحكي الحلو خصوصي باخر فيديو. بتشكركم كثير من قلبي لكلامكم الجميل، عن جد عم تفرحوني. انا عملت هلا النسكافيه وحابه دردش معكم شوي. قلت بدي احكي لكم شوي عن العادات التركيه للمولود الجديد، يعني لما يخلق مولود جديد بتركيا شو بيعملوا الاتراك. شاركت معكم كم فيديو لابني شو عملوا بيت حمايه اول ما اجى، اول ما طلع ابني من المستشفى. خلينا نشوفه سوا. على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هون عملت ضيافة صغيرة لأنه معرفنا قليل، يعني بس أصحاب جوزي، حتى ما عنده هالعيلة الكبيرة، فكانت الضيافة عبارة عن ضيافة بسيطة. هون كان بعده ابني طالع من المستشفى جديد، ما بيحمموه بالمستشفى لأنه هيك عندهم العادات، أنه بس يجي على البيت بيعملوا له هيدا الشي قبل الحمام. نطرنا أهل جوزي لأجوا، أمه وأخته، مثل ما شايفين حطينا عسل وبقلبهم حطينا ملح، وعم يدهنوا له بكل طعج بجسمه، تحت رقبته، تحت باطه، بين اجريت، تحت ركبته، يعني كل طعجة بجسمه بيدهنوا فيها. هيدا بيقولوا كرمال اول شي بيطلع الجسم ناعم، وبيطلع الجسم ما بيعمل ريحة عرق وهالقصص. وهون من بعد ما دهنوا له جسمه عملنا له حمام. هيدا اول حمام من بعد ما طلع من المستشفى، من بعد ما ظهر يعني من المستشفى. حطي كمان على راسه، يلا حضري المنشفة، حضري المنشفة. طاقية طاقية يلا. الشغلة الثانية اللي بدي احكي فيها هي تكاليف الولادة بتركيا، وإذا البيبي بياخد الجنسية ولا لا. البيبي إذا مش أمه أو بيو أتراك ما بياخد الجنسية، بس بيطلع له الإقامة. للأسف تكاليف الولادة بتركيا إذا في مستشفى دولي ما بيتكلف، ما بيدفع شيء أبدا. إذا بمستشفى بس لازم يكون معه أكيد إقامة. إذا مستشفى خاصة بتختلف من مستشفى لمستشفى، وحسب كمان من دكتور لدكتور، يعني يمكن نفس الدكتور بس كل مستشفى تكلفتها غير التانية. تقريبا الأسعار بتبلش من $700 وطلوع حسب كل دكتور. أنا تقريبا كلفتني بين $800 و $900 بمستشفى خاصة. ولدت بمستشفى سيتي هوسبيتال بميرسين بمنطقة الميزاتلي، وكتير كانت نظيفة وكتير كانت مرتبة وكتير ارتحت بالمستشفى. لأنه ما كنت كتير بعرف بعد تركي، ففضلت وحتى زوجي يعني فضلت انه خلف عن دكتورة بتحكي انجليزي لأقدر اتابع معه وافهم عليها. لبال ما خلفت كنت خلص صرت كتير منيحة بالتركي، ف يعني اذا بدي افكر بولد تاني بعد اكيد بخلف بمستشفى حكومية، وخصوصي انه في كتير ناس ارتاحت بمستشفى الحكومية. كمان بتفرق بين مستشفى ومستشفى وحسب كل انت وحظك، يعني بالنرسات اللي بيطلعوا لكم.
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى لكم يوم سعيد وبقلكم بيرو شروس، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير كتير كتير لهيدا الفيديو، خصوصا اذا بتعرفوا ناس ساكنين بمرسين يقدروا يستفيدوا من هيدا الفيديو. واكيد اذا كنتوا جد عيد القناة ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، وبتشكركم كتير 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 كلكم كلكم، وتصبحوا على خير.